أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. إله ربي قدام بي والد كنداف لو تلبطير هور إله نوافج إله خاتم الخير نوخت إلهي تلون أكسن نصيب نودر مدون أكسن إلهي نودر. ما أنت حندون يا أقون أقون بندون يا أقون علمي علمي بندون يا ما أنت علمي هدي يقول أنت إنا إيشكت وعنك الله يا كلون كلون بانك الله يا ملاي أما كلون كلون أما ملاي ترى ما يحكي لسه ما هو متقارن كلون أركلون يسي عري أركلون ما يسا كلون عري أركلون ما يسا أبو ملاي ما يسا أبو ملاي ما يسا ملاي ما يسا أبو ملاي ما يلا كلون ما يسا ملاي ما يلا أوكي كلون يا ملاي وحندونا يا وشن شن حبه شن حبه شن كلونه أما شن ملاية إني مقعود الصومالي اللي يقول شيء ماشى الله جهله عقت الجيل مطلوب من ملاية عقت الجيل اللي هذا ملاية مية عقت الجيل oh my god والله هو عجيب عادي لكن عقت الجيل اللي بيحي نو بروبلم شن ملاية أما الصومالي اللي يقول هذا أبدا الصومالي اللي جهله سيد الله استعماله ما ميالا كريايو مفود يا مرق مرق فود ميالا سمايا عمرقيسو انتين لك ببنانك أولي كرا عمرقيسو انتو لك يا عماني ديس ايو بنانك أولي كرا لفا انتين لك بولي لفا 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 فربضان ميولي مسي صدح الله أفرشان بولي يا سيد الله عنا مفود با لغا سمايستا مسوخار با لغا سمايستا ميالا الدبا ميالا الشيلا wax tarkiisu intuu leegya malaayi kugu weyna aad cuntay imiqa kilo aha how many kilo malaayi aad cuntay ta ugu dambeysan kusoo gabagabeeyay wax weey malaaygu ma xalaal ba mise waa xaraan ilka malaayi malaaygu ilko malaaygu ilka malaayi fanaaxiya malaayi gowsay ya niciye iyo malaayi malaaygu ملاي قدت كم عمر عورت؟ سؤالك استوى السويدية وأقول قف أولي جي ملاي أركين قف أولي جي ملاي عنن سيد وحوج شرح لهيد سيد وحوج شرح ولي جي ملاي ما عنن ما أركين صور موسى كدعوان تي في كموسى أركين يا شن جدو ملايا شن حبوا ملايا ayaan doonayaa maanta magacooda meesha laga helo been ha sheegin aya qofkii doonaya inuu knowledge ka iyo cilmiga ila wadaago been ha sheegin beentu waa xaraan waa isku cadaaba waana lagu qalalaa beenta waa lagu qalalaa beentu qofka way qalajisaa qalbigana way madoobaysaa bowsiguna ma fiicna wax la bowsadaana ma fiicna bowsigu waa khatar waxa kugu filan show me the proof cadayn tusun in lagu yiraahdo ودين محن شيء أو محوها أتقرم ويدو وها جاك الباب كان فريا عندنا يا شن حبوا ملايا ما قع الصومالي قال لقولي هذا شن حبوا كلونا عر ملاي ميالا أبو ملاي ميالا عر كلون ما هيسا كلون عري عر كلون ما هيسا أوكي يا سوق بتاع يا سوق ريا مركا يا سوق ريا يا سوق بتاع سوقت أبابك أنفرة جمعوا ناقص لما أنتين جمع أبابك وفرني هاي قفكي قعدت سوت هاجن أي وسوت هاجن كرا بريس لقى مشي كينا يو هيلبنا لقى مشي كينا يو
ني صدح شيء هذا حتى صوم مقعابه صدح له شيء بس هو مالذ وحلا جيابة إنه يشرح له لكن الدنا يعني آذ وشرح إن ما أنت هو كلون توب بيجي هو كلون ما أنت وحال إنتو صدنا شن كلون بار إنتو سيا مركب five fishes شن كلون بار إنتو سيا شن تأكلون من أنا سومالي كم أجرنا يا من سومالي كم شيكرو ولقينا ما بعركين بق قربها كور ولقي ما أركين بق ولقي ما أركين هذي لكن شن تأكلون سومالي يلا جهل that's very good وارن أدي ونصيب وارن أدي يا دونكس يا حتى هذا والله أنت تأكلون كل عنتو ودمير سنة زين مير كاكو بس أنا قناعي هذي أكيد يكر لي هذا تأكلون كل عنتو يكر كوكاير أنا يا هذا هورد لا أنا كهايسي هورد في عم بس يحني سا هذي سعدك كل بيا وقفت العوض سعدك كل بيا هذا هاي كلون كان مركز عن تصيده كلون كذا بود بودي سأقص عونه كلون كوادر صار صدا متشوك صدا ملق 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 واحد كسوى كوف ضدانية جوري جواد ليس يسا عرضت مركز كذا كعرض وات ساق بسنا كرتا مركز داش ما بدأ لي سيد تصيده كلون ك لأن كلون بعد عن تصيده كلون كذا بود بودي سا ومركز كلون كعنت لكن مركز هذا كلون كعنت هذه اللي بقيل يبريس يباستو يتشات أتكلم ركض لبضع أفكار أبوك سيدين يسا يكره وديالنا يسا غفك كاسهور بحنا واتكون حناق يسا everybody all أركتنا إن الله دجال أن تاكو قبنا يسا صدق هذا مركز ضد صدق وهي اللي بقيل أما هي اللي بكبا سكوب الرها يبريس يباستو يتشات أفرت شن تها أفرت هذا مركز مالك استوعنته قف في كاسه ربحه والله دجال ما يسأ كعمر دوبا نوادي يلا نسأ كعمر واحد نقول عن دورة عمل عليه وكلت كعمر دوبا ورد في عنا مسيح نيس أوكي شن كلونا شن حبوا كلونا إلا هذا هالقف أساق ريم مشر داس مين مركز واحد تلوان بصدقك إنين واحد إنينا عن تذا أقولن وين سكع الناعم سيدا إذا أكله أنا هو لا طبعا سنة كهر عن تذا وين سكع عن يشروا تي عن دنا ير يلا تمر تر دنا يلا ت أما مقالهان ير قروح بناتهم بين عن يشروا لكن ما قعد ما أقولن هذي عند البنا ير واحد عن يشروا كا 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 إيساق أبو ما قيس لانجران ماية لازمين واحد المام يصدق كيقولين عن تذا أقولن كوالة تيجي عن تذا يتيضة إنين أقولن بيت المام يسا laga ma xishoodo aqoonta laga ma xishoodo aqoonta waa lagu soo ordaa xumaanta iyo dhaca iyo boobka laga xishoodaa ee shan xabo oo kaluuna magacooda qof soo qoray ilaa hadda ma hayo 4 daqiiqo hadlay hal qof oo Soomaali ah oo ii soo qoray shan xabo oo kaluuna oo Soomaaliya laga helo magacooda meesha laga helo sida loo isticmaalo cimrigooda oo ma ku dara kaluunka indha maleeya horta indho iyo ilka maleeya miciye iyo goos maleeya إلا هذا ما هي. وحين نكفر أن صدح كون صدح بقول أو ما هي أو كلونا. أيا أو صدح كون صدح بقول يصدني ما هي مثل لح بقول أو 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 بدء بين ولانا. صدح كون صدح بقول صدني لح مية مثل لح ذنية. قرن ماي صدح بكون هرتبل أيام قاري كرا صدح كون أو كيلومتر. صدح كون أو ميل أو بطء سومالي قعمل دير كود فيش ذا إنجليش ويان that's the English وحن كان ليوا سومالي ما لقاه لا سومالي لكن بكوسة داية كود فيش إن سالمون أوكي سالمون يا كود فيش سومالي ما لقاه لا سعاد هذا بس كسو أنتي عن قربها كبرنا يا كلا أدنى صار شيء أنا بس لما ذا إيري قربها وبان كبرته كود فيش سالمون أقوم جود بني الرعينة يا سعادي كلون كان ليلا هذا and كلون كان ليلا هذا and fish and chips fish and chips or English dish و English dish fish and chips هذا المقشان and كلون كان لقى سمايا كلون كان لقى كلون كستل لقى مسمايا كلون كستل لقى مسمايا fish and chips cod fish بلقى سمايا cod fish انت أنا أقوم جود هذا ولا thank you very much وهذه عاوسة ما بنكون عاونا يا
okay salmon ya kor fi somali ma laga hela deegaanke laga hela gobolke laga hela halke laga hela ma ku soo aragtay saddex kun oo kilometer saddex kun oo mile kalluunka ku jira ayaa hadda ilaa hadda qof soo qoray la laayaa magacyadooda saddex kun oo kilometer saddex kun oo kilometer oo bad abaanu leenahay ayaa tiraahdan Soomaaliya kalluunka laga helo ilaa hadda cid soo qortay ma jirto fish and chips on Friday okay Friday evening Friday afternoon Friday night oh fish and chips okay fish ka markaas kalluunka laga sameeyaa mid kasta laga ma sameeyo ha u maleeynina in salmon laga sameeyo chips ka lagu daro waa cod fish buu raaca cod fish ka raaca cod fish ka weeyaan kalluunka raaca aqoon kale guudna qaata kalluunka fat kale oilinka kalluunka oil kale saliid kale oilka fat kale iyo kalluunka aan fat kale ahayn en oil kale ahayn en differentiga u dhaxeeya markii la cunay waxa weeyaan kalluunka saliid kale aan ma cabbi kartid ama shaah cadays kalluunku laakiin haduu cad yahay kalluunka cad white fish haduu yahay oo uusan lahayn allahumma salli ala sayidina oil la uusan lahayn shaah waad iska cabbi kartaa no problem ya laga soo wariyay hadii la tiraahdaan waxa tan sheef Nuruddin baa laga soo wariyay waagaag shan kalluun oo Soomaaliya laga helo 3000 oo kilometir ee leedhiin Soomaaliya isku wada dara kulligin Argosto marka saw eegtahay Argosto xagee laga helaa deegaankay ku badan tahay sidee loo cunaa miyaa la shiilaa miyaa la kariyaa ilka miyay leedahay maxay tawadeed maxay vitaminkeedu wuxuu u badan yahay ma lafahay dhistaa ma maqaarkay dhistaa ma dhiiga casba ma dhiiga cad bay korisaa ma dhiiga cas bay kicisaa maxay Argostadu maxay tahay noo yar sharax walaal sharaxaad raaci Argosto waan maqli jiray Argosto waan maqli jiray Suud wallahi dal badeed baa tahay waa fiican tahay markaad yareedda abaha iyo hooyada ku galiyeen iskuul haddaad salmon aad codfish iyo salmon iyo Argosto aad marayso qofkii ugu horreeya saddex magac soo qoray baa tahay ilaa hadda ma hayo maxay oran jireen markaa dadku maxay oran jireen shame on you bay oran jireen oo waxaa soo galay ninka kalluunka ka sheekeyn kara soo galay Mawel welcome brother soo dhow brother waad ka bixi kartaa adaa reer xamre faradheer too dhani kama jawaabi karaan su'aalaha qof faradheer sidaydan oo kale oo magaalada xoog ku yimid indha cadeyn ku yimid magaalada kalluunka ma sheekeyn kara maba garan karaa Argostada waa la kariyaa. Okay, Mawel. Aday kugu socotaa brada. Shan kalluun oo Soomaali magac Soomaali lagu yiraado oo badda Soomaaliya laga helo. Ka faa'iideysta ninkaas. Ninkaas aad dal badeede. Shan kalluun Mawel wax soo qoray waa waayay. Gabadh halkana waxay soo qoraysaa English bay ku soo qoraysaa. Waxaan codsadeena English ma ahayn. Shan kalluun oo Soomaaliya laga helo oo Soomaaliya laga helo oo soo magac Soomaali la yiraahdo ayaan codsaday aduun baa ka jawaabi kara shan kalluun barada no soo bobsi ka faa'iideystaan dadkan ee Argosto waa la kariyaa malay en mawel Argosto miya la kariyaa mise waa la shiilaa mise waa la uumiyaa ee kala duwin soo ma mise waa la dubaa Argosto codfish salmon okay maanta dambe waxaan idin soo raacin doonaa insha Allah caafimaad ahaan kalluumada ugu caafimaadka badan ee bilaadanka markay cunaan isbeddel degdeg ah quick ay dareemi karaan waa xagga firfircoonida waa xagga dareenka maskaxda waa xagga dhiigga waa xagga hadduu weydku kugu badnaa oo ahayd sidaydan oo kale qof overweight 200 oo kiilo aad ahay haddii aad qalalayd oo doonaysid inaad weydkaaga kor soo qaado waxii waqti yar kalluun kugu soo qaadayaan ku sheegi doonaa insha Allah oo isbeddel aad ku sameyn karto laakiin inta alaykum salaam waxa soo gashay xilibaan
dawladda barakeysan ee Jubaland. Aad baan ku salaamay xildhibaane. Nin xildhibaanadu way ugu badan Alla maxaa xildhibaan aan friend la ah. Waxaan oo Soomaaliya maamuladooda kulli xildhibaanadooda saaxiib Facebook friend baana. Qaar waan wada hadalaa. Waa hagaag. Qaarkood waxba ma karin yaqaanaan. Xildhibaanna way noo yihiin bal ka warama. Waa hagaag. Waxaan doonayaa shan kaluun oo Soomaaliya laga helo oo magac Soomaaliya aad ku sheegtaan ayaan doonayaa. Nin baan waqti yar baan haystaa. Nin baan sugayaa wax yar, nin reer xamara ka faa'iideysta. Kaluunka meesha laga helo soo sheegi doonaa, magaciisu soo sheegi doonaa, sida loo duban hadduu doono uu idiin soo raacin doonaa iyo sida loo kariyo. Iyo hadduu ilki leeyahay, iyo hadduu micyo leeyahay, iyo hadduu fanax leeyahay, iyo hadduu dadka cunaba isaga inoo sheegi doona. Waa shan kaluun, ilaa hadda wax qof oo soo qoray ma jiro. Gabadh baa soo dadaashay saddex erayoo Ingiliisha ku soo qortay oo malayga la yidhaah. Saana ma ahayn wixii aan codsaday, waxay ahayd Soomaali. Ingiliis Soomaali maxaa malay lagu yidhaahdaa ama kaluun maxaa lagu yidhaahdaa iyo magacyadooda. Saddex kun oo kilomitir oo badana waad leedihin Soomaaliya. 3,000 kilometers ama miles miyaa talo iyo ka badan iyo hadhodho bay dhahan Soomaalidu. 3,000 iyo hadhodho kilometers oo badaad leedihin. Waxaana ku jirta nimcada adduunka iyo macdanta adduunka oo dhan baa ku jirta. Macdanta ku jirta iyo nimcada halkaa ku jirtana qof Soomaaliya soo qoro oo sharaxo walaalaya. Cajiib! Laga yaabaa mararka qaarkood malay laga keenay Soomaaliya inaan ku sameeyo Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo meelaha markaan marmarayo. Yube! Waa ko mid yube la yidhaahdaa. Midna waxaa la yidhaahdaa Cheddar. Midna waxaa la yidhaahdaa Saafi. Midna waxaa la yidhaahdaa Subcaan. Midna waxaa la yidhaahdaa Caanood. Wow! Look at that! Look at that. I never heard. Wali, yubaha san yar maqle. Yubaha. Maba cunaan. Okay, very good. Ar eriga ka faa'iideyst. Aniga laftayda ka faa'iideysanay. Yuban maqli jiray. Yubi. Jeedar weligay ma maqal. Saafina weligay ma maqal. Gabdhahan baa la odhan jiray. Gabadh Saafi la yidhaahdo ama Caana Saafi ah. Subcaan kaluun la yidhaahdana weligay ma maqal. Caanood kaluun caanood la yidhaahdana weligay ma maqal. Maasha Allah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Saddexdaa kaluun, thank you. Shantaa kaluun, thank you very much. Aad iyo aad baad umahadsantahay brother. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Barakallahu fiikum. Allah ku barakeeyo. Hadduu hadda ninkaasi far dheer ahaan lahaa, muusan ka sheekeeyeen waxaas, mana uusan sheegeen. Laakiin waa ciyaal shangaani iyo xamar jaj. Thank you very much. Aad iyo aad baad umahadsantahay brother. Ka faa'iideyst. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin meel kasta aad joogtaan. Cashirkan cashirka ku xigaa wuxuu noqon doonaa kaluunka ugu tayada badan, ugu quality-ga badan intaan ogahay ayaan idiin sheegi doonaa. Waan google gareeyay, research baan ku sameeyay, last 2 weeks baan baadhayay. Kaluunka Soomaaliya waa laga helaa. Keligii baad ku noolaan kartaa. Bariis uma baahnid, baasto uma baahnid, caano uma baahnid. Wax alla waxaad u baahan tahay ma jirto. Kaluunka haddaad cunto wiigii 2 jeer ama 3 jeer aad cunto, siduu kaluunku u boodboodayaad u boodboodaysaa. Faradheerta dagaal u daa. Waa runta hadda. Iyagu waa faradheer, waa dagaal iyo fowdo. Meel kasta aniga ale weeye. Argosto waa af Soomaali. Argosto ma af Soomaali ba? Argostano. Talyaani baan moodayay. Soomaali ba? Okay, no problem. Ma garanayo. No problem. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Shan kaluun oo magac Soomaali la yidhaahda la ii sheegay maanta. Xataa waxay daawanayaan reer xamar fara badan. Laakiin waa iska wada fara dheer. Inta hadda meesha joogtaa baan umalaynayaa. Ilaa hadda qof soo qoray ma jiro. Wuxuu ku oranayaa qof kastaana xamar baan ka imid. Xamar baan ku dhashay. Abwaani xamaraan ku dhashay. Abwaani waxaan ku dhashay Kismaaya ku dhashay. Reer Kismaaya ah.
أنا رابر واهي أنا رابر وصاصانة أحمد الله يسيب في عمو الشرح لي أنا دادك كومي تشرا أدوال دي سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much.